واجهه وعندي القدره الحمد لله انني صورت في المانيا فرانكفورت. الكليب هو من اخراج كريم بنيس صديق العزيز اللي فعلا وقف معايا في التصوير. كنبغي نشكر من خلاله الجاليه المغربيه في فرانكفورت يعني القنصليه المغربيه. واللي بغى يدخل على شي تجربه راه كيعرف شنو فيها، سواء غادي يقول لك يقول عصيده بارده من الديد، سواء غادي يقول راني يعني مثلا راه عارف شنو الظروف ديال هذا العمل وغادي نقد مثلا نصبر على هذا الشيء، او انسان ما كيدخلش اصلا التجربه ديالها. حاجه اللي هي اكيد يعني اذا كان فيها انسان باغي يدخلها وقادر عليها راه غادي يدير. معك رشيد حمدادي موسيقي موسيقي دابا هاد الاغنيه باللهجه المغربيه وهي هي بطح انك هاد الحسانيه مع واحد الايقاع بان لي بحال شويه خليجي وهذا الشيء اللي خدام في هذا الوقت. اذا انا تنهني على العمل ان شاء الله، وراه كاين البوم اللي سمعت منه شي حوايج اون سيكري وسيتي تخي في المنتخبات، وعندنا ان شاء الله عمل مشترك اللي هو عباره عن سهرات في المغرب العربي المتحده. لان سعيده تما معروفه وكنا درنا العام اللي فات الحمد لله وكان واحد النجاح كبير، دونك نتمنى لها النجاح والتوفيق ان شاء الله في العمل. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.